إذا للحديث عن ملتقى علماء الأمة في مواجهة مخطط اقتحامات الأقصى ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الشيخ الدكتور محمد الصغير. دكتور محمد سلام الله عليكم، يعني هناك من يقلل من جهود العلماء في دعم قضية الأقصى والقدس المحتلة، هناك من يعتبرها حراكا إعلاميا ليس أكثر. خلال الفترة الماضية لتحركاتكم، ما هو الجديد الذي أضافه العلماء وأيضا المنجزات لدعم القضية المحورية وهي قضية القدس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، جهود العلماء مستمرة ومتواصلة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وفي المطالبة بتحرير الأسرى والمسرى وعموم التراب الفلسطيني. أما جهود العلماء فهي مؤثرة، لأنها هي بوصلة الأمة الحقيقية، وهي التي تحرك الجماهير، وهي التي تنصب الراية في معركة الوعي. ولا أدل على تأثير علماء المسلمين وقيادتهم للجماهير وتشكيلهم للوعي من ما تفعله دول الجور وأنظمة الاستبداد من اعتقال العلماء. يعني في علماء معتقلين لأنهم كتبوا عن وجوب دعم القضية الفلسطينية، وفي علماء اعتقلوا لأنهم أسسوا هيئات أو دعوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن هؤلاء لهم تأثير بالغ لما فعلت معهم هذه الحكومات العميلة ما تقوم به من التعذيب والاعتقال والتنكيل. دكتور محمد، وقع أكثر من 45 مؤسسة علمائية من مختلف دول العالم على البيان الختامي، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تعول الأمة اليوم على العلماء؟ هل يمكن المراهنة على ذلك دكتور محمد؟ العلماء الآن عليهم دور كبير جدا، لأن المسؤولية أصبحت على عاتقهم من ناحيتين. فالله تبارك وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علماء التفسير أغلبهم قال المقصود بأولي الأمر هم العلماء، ومن علماء التفسير من قال المسؤولية في ولاية الأمر على العلماء والأمراء، حتى من قال أن الخطاب للأمراء قال هو بمشورة العلماء الذين ينبغي أن يكونوا أقرب ما يكون إليه. أما وأن الحكام الآن في الأعم الغالب لا سيما حكام الدول العربية قد طبعوا سرا وعلانية وباتوا جميعا تحت لحاف إسرائيل، وأصبحوا عليهم جنابة سياسية لا يطهرها ماء البحر ولا ماء النهر، فعلى العلماء أن يقوموا بالدور كاملا في قيادة الأمة وفي توجيه الجماهير. وهذا ليس بدعا من القول، فقد فعل ذلك السيد الشيخ عمر مكرم في مصر وعلماء الأزهر، وفعل ذلك علماء الجزائر، جمعية علماء الجزائر التي قادت ثورة التحرير، وفعل ذلك علماء الزيتونة. ونحن إذا نظرنا إلى العراق رأيناه كلما تلهم الخطب بأهله وزادت الفتن لجأ الناس إلى بيوت الله وإلى العلماء. فعلى العلماء أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية الثقيلة، ونسأل الله أن يعينهم عليها. على ذكر المطبعين دكتور محمد، يبررون هذه الاقتحامات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بأنهم يؤدون الصلوات. من وجهة نظركم، لماذا تشكل هذه الطقوس خطرا على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية؟ أولا، هذه الدول التي طبعت سقطت عنها ورقة التوت وورقة الحياء. هم في البداية قالوا أننا نطبع من أجل الأشقاء، ولغفلتنا كنا نظن أنهم يقصدون بذلك الأشقاء الفلسطينيين، وإذا بهم هم كانوا يقصدوا أشقاء بني صهيون، وقالوا أننا سنخدم القضية الفلسطينية، وإذا بهم في كل يوم وفي كل لحظة لا يخدمون إلا القضية العبرية. أما أن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وأن تدخل عليه عصابات الصهاينة لأداء الطقوس
التلمودية فيه، فهذا في عقيدتنا تدنيس للمسجد الأقصى، وعلينا أن نحميه من ذلك. وإذا كان المسجد الأقصى هو للمسلمين وتحت أيديهم، فلا ينبغي أن يقتحمه أحد أو أن يدخل إليه زائر إلا بإذنهم وإلا بموافقتهم. أما ما يحدث الآن في فلسطين فهو صبغ للمسجد الأقصى بصبغة الاحتلال، ويسعى الاحتلال الآن لفرض السيطرة والهيمنة الكاملة على المسجد المبارك. هناك من يحاول فصل قضايا الأمة عن قضية المسجد الأقصى والقدس، ويطالبون المسلمين في بلدانهم بالاهتمام بقضاياهم فقط، كيف تردون على ذلك دكتور محمد؟ قضية القدس وفلسطين هي قضية الأمة المركزية، لأنه احتلال القدس ليس كاحتلال ميانمار، وليس كاحتلال الأرض المحتلة التي احتلتها إيران، أرض الأحواز، هذه أرض مسلمة ومحتلة، ولكن فلسطين أرض مسلمة محتلة ومقدسة، ثم إنها أرض وقفية أوقفها عمر بن الخطاب، ومعنى الوقف أن كل مسلم على وجه الأرض له مسؤولية مباشرة عن هذه الأرض الوقفية. أما الاهتمام بالقضايا الداخلية وتحرير العواصم العربية من الاحتلال الصفوي أو الاحتلال الصهيوني، فهذا واجب على أهل كل بلد، وتحرير هذه العواصم واجب على كل بلد، لكن تتضافر كل جهود العواصم لتحرير قدس المسلمين والأقصى والمسرى. لكن قبل أن يتحرر الأقصى لابد أن تتحرر دمشق، وأن تتطهر القاهرة، وأن تعود بغداد إلى حضارتها وريادتها. عبر سكايب من اسطنبول رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام الشيخ الدكتور محمد الصغير، شكرا جزيلا لكم.